بتكليف من السيد رئيس الجمهورية، يشارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف بنيويورك في سلسلة من الاجتماعات الوزارية حول القضية الفلسطينية، وذلك في أفق الاستحقاق الهام الذي ينتظر مجلس الأمن بخصوص ملف العضوية الكاملة لدولة فلسطين في منظمة الأمم المتحدة. وفي كلمة له خلال مشاركته في جلسة نقاش رفيعة المستوى بمجلس الأمن حول دور الشباب في مواجهة التحديات الأمنية في منطقة البحر المتوسط، استعرض أحمد عطاف الجهود الحثيثة للجزائر ومساعيها الدبلوماسية من أجل تغليب لغة الحوار في إحلال السلم بالمنطقة، منوها بالجهود المبذولة في تكوين الموارد البشرية الإفريقية. فالجزائر لم تبخل يوما بجهودها ومساعيها الدبلوماسية الرامية لتغليب منطق الحلول السلمية للأزمات والمساهمة في الدفع بجهود التنمية، خاصة مع أشقائها الأفارقة عبر الوكالة الوطنية للتعاون والتضامن من أجل التنمية في إفريقيا. كما تتشرف بلادي بالمساهمة في تكوين الموارد البشرية الإفريقية الشابة، وهي التي توفر سنويا لأشقائها الأفارقة ما لا يقل من 2500 منحة دراسية في مختلف ميادين التعليم العالي والتكوين المهني. وفي ذات السياق، تحتضن الجزائر وتدعم المعهد الإفريقي لعلوم المياه والطاقة والتغيرات المناخية بالتعاون مع الشريك الألماني، وهو المعهد الذي يمثل نموذجا ناجحا للتعاون شمال جنوب في مجال تكوين وتأهيل الشباب الإفريقي. فقناعتنا تبقى راسخة من أن أهم استثمار يستحق أن نحشد له جهودنا اليوم هو ذلك الذي يستهدف أعظم ثروة تحوز عليها منطقتنا، ألا وهي الطاقة الشبابية، كنز الكنوز الذي لا يعلو عليه أي كنز آخر، لا قيمة ولا ثمن ولا قدرة على بناء الفضاء الذي تنشده دولنا وشعوبنا، فضاء يجمع ولا يقصي، فضاء يوحد ولا يفرق، وفضاء ينعم جميع قاطنيه بالسلم والأمن والتنمية والرخاء دون أي استثناء أو تمييز أو تفضيل.